وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سلام الله عليكم. لقد خلق الله الإنسان وجعل من سنته فيه الاختبار والابتلاء، وكان مما ابتلانا الله به إبليس لعنة الله عليه، فجعله الله من المنظرين إلى وقت معلوم يصد عن الخير وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر. فقد خلق الله إبليس لحكمة يريدها عز وجل ليكون امتحانا وابتلاء للعباد، فمن أطاع الله وعصى إبليس دخل الجنة، ومن عصى الله واتبع إبليس دخل النار والعياذ بالله. ولكن هناك سؤالا يراودنا جميعا، وهو هل لإبليس زوجة؟ وهل ينجب؟ ومن أين أتت زوجته بعد طرده من الجنة ونزوله إلى الأرض؟ وهل لإبليس ذرية؟ وما أسماء أبناء إبليس؟ وماذا يفعلون؟ لنتعرف على إجابات تلك الأسئلة تابعوا معنا للنهاية. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. الشيطان له ذرية، والدليل على هذا قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ ولكن كيف تزوج وأصبح له ذرية؟ العلماء هنا اختلفت أقوالهم في زوجة إبليس. الرأي الأول عن قتادة قال مجاهد أن كيفية وجود النسب منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض 5 بيضات، قال فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم أن الله خلق في فخذه اليمنى ذكرا وفي فخذه اليسرى فرجا، فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم 10 بيضات، يخرج من كل بيضة 70 شيطان وشيطانة. أما الرأي الثاني فقال أن إبليس تزوج من إحدى الجنيات التي آمنت به وبأفكاره، وأنجبت له ذرية كبيرة والتي تعرف اليوم باسم الشيطان، ولا يوجد نص صريح في القرآن الكريم ذكرت فيه زوجة إبليس، ولكن هذه أقوال العلماء. وهناك دليل من السنة على إنجاب إبليس للذرية، وهي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يخرج من السوق ولا آخر من يخرج منها، ففيها باض الشيطان وفرخ. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه، فإبليس يعتبر هو أب لكل الشياطين، ولكنه ليس أب الجن، لقوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن. وهذا يعني أن إبليس كان واحدا منهم، والجن كانوا موجودين من قبل إبليس. وهنا سؤال: من هم أبناء إبليس وما هي أسماءهم؟ إن لإبليس 5 أبناء، هم ثبر وداسم والأعور وماصوت وزلمبور. ويسعى أبناء إبليس إلى الإفساد في الأرض ونشر المصائب بها، فكل الشر والخراب الموجود في الأرض هم السبب فيه. وإن لكل ابن من أبناء إبليس اختصاص معين مع البشر، فالابن الأول يدعى ثبر، وهو يأتي هو وأبناءه وجنده لمن يقع في مصيبة أو موت، فيوسوس لهم بالامتعاض على القدر، ويجري على ألسنة أصحاب المصيبة كلمات الجزع والسخط على قدر الله. وعلاج ذلك إذا أحسست به أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الثبر وجنده وأعوانه. الابن الثاني هو داسم، وهو الذي يبذل جهده هو وأبناءه وجنده لتفريق الأزواج وتكريه كلا الطرفين في الآخر حتى يقع الطلاق، وهو أحب أبناء إبليس إلى قلبه، وذلك لأن طلاق الزوجين فيه شتات الذرية، وربما تولي الشيطان أمر بعضهم فيكون من أتباع شياطين الإنس. وعلاج ذلك إذا أحسست به أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان داسم الرجيم وأبنائه وجنده. الابن الثالث الأعور، وهذا يختص هو وأبنائه وجنده بتيسير الزنا والحض عليه، ويطلق أبنائه ليزينون المرأة في الطرقات والشوارع. وعلاج ذلك إذا أحسست به أن تقول:
أعوذ بالله من الشيطان الأعور الرجيم ومن أبنائه وجنده. الابن الرابع اسمه معصوت، يختصه أبنائه وجنده بالكذب كبيرة وصغيرة، بل وتبلغ به الجرأة وبأبنائه إلى حد التشكل في صورة رجل يفتري الكذب أو يطلق إشاعة يرددها الناس دون تبصر. ولو سألت أحد مرددي الإشاعة عن مصدرها لقال لك: سمعتها من شخص لا أعرفه في مجلس ما. فيقوم بدوره بتوصيل الفكرة الكاذبة إلى المجتمع وإلى أوليائه من الإنس. وعليك إذا وجدت ذلك أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان معصوت الرجيم وأبنائه وجنده. الابن الخامس هو زلمبور، وهذا يختص هو وأبنائه وجنده بالإشراف على الأسواق، فهم من وراء الغش والشجار والعراك والسباب والتقاتل. وعليك إذا أحسست به أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان زلمبور الرجيم وأبنائه وجنده. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين وظيفة الشيطان واسمه ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ولكن هناك سؤال آخر قد يدور في أذهنة البعض منكم، وهو: أين مقر الشيطان ومكانه؟ للشيطان مقر على وجه البحر يجلس عليه ويبعث ثرايا يلقون بين الناس الشر والفتن. روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرش إبليس في البحر يبعث ثرايا كل يوم يفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس. والدليل على ذلك ما رواه أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث ثراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم ويقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال فيقربه ويدنيه ويقول: نعم أنت، أي أنت الذي تستحق الإكرام. أعاذنا الله وإياكم من الشيطان وذريته وجنده وأوليائه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.